السادات والسادة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بالمنطق، ولقاء يتجدد على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. ريمونتادا كلمة إسبانية معناها العودة، بقالنا كم سنة دلوقتي بنسمعها على ألسنة معلقي كرة القدم تعبيرا عن عودة الفريق المهزوم من الهزيمة إلى التعادل ثم الانتصار. وزي ما في ريمونتادا في كرة القدم، في كمان ريمونتادا البعض يتوقعها في لعبة الانتخابات الأمريكية اللي هتكون ما بين رئيسين، واحد حالي هو جو بايدن والتاني هو رئيس سابق اسمه دونالد ترامب. كثير من المحللين بيتعاملوا مع المنافسة الانتخابية بينهم وكأنها فرصة لعودة ترامب بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن. ومؤخرا كلا الرجلين بايدن وسلفه دونالد ترامب ضمنوا ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، وكانت نتائج الانتخابات التمهيدية لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في ولايات جورجيا وميسيسيبي وواشنطن متوقعة عمليا بعدما فاز بايدن وترامب في كل المواجهات الانتخابية داخل الحزبين. نقاط الهجوم والتراشق بين الطرفين موجودة من قبل المنافسة الانتخابية بينهم على حسم رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كلما بدأ العد التنازلي لهذا الماراثون الانتخابي بتشتد معاه حملات الهجوم والتصيد للزلات والكلمات العفوية أو اجتزاء التصريحات للتقليل من أسهم المنافس بين أنصاره من الناخبين. وده اللي حاصل من أيام مع ترامب اللي كان قال خلال مؤتمر انتخابي له في ولاية أوهايو إنه إذا لم يتم انتخابه فسيكون هناك حمام دم في الولايات المتحدة، بل إنه ممكن ما يبقاش في انتخابات تانية تحصل في الولايات المتحدة، وإنه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو أسوأ رئيس حظيت به الولايات المتحدة، وإنه عديم الكفاءة وعاجز عن تكوين جملتين على بعض. الانتخابات المقبلة ستكون نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة. ده الكلام اللي التقطوا أنصار بايدن وحزبه الديمقراطي وبدأوا حملة معاكسة ضد ترامب باعتباره بيروج للعنف السياسي وإنه بيهدد أمريكا باستخدام العنف. وحملة بايدن أصدرت بيان وصفت فيه المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنه خاسر في صناديق الاقتراع في عام 2020 وبيضاعف تهديداته بالعنف السياسي، وإنه عايز يعمل أحداث مشابهة لما وقع في يناير 2021 لما اقتحم أنصار الكونغرس، وهذه الأحداث تسمى بأحداث الكابيتول الأمريكي. ده غير كلام بايدن اللي قال أنه الحرية تتعرض لاعتداء، وأنه الأكاذيب حول الانتخابات السابقة واحتضان المتورطين في اقتحام الكونغرس حاجة بتشكل أكبر تهديد للديمقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية الأمريكية، خصوصا وأنه ترامب تعهد بإطلاق سراح مثير الشغب اللي اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 كأحد أعماله الأولى إذا تم انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل. جمهور منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريحات ترامب وقالوا إنه مثل هذه التصريحات اللي بيطلقها الرئيس السابق ستؤدي إلى إشعال حرب أهلية في الولايات المتحدة وربما تؤدي إلى تفكك الاتحاد بين الولايات. ولكن كان في بعض التعليقات المنطقية اللي بتقول انه ترامب لما خسر الانتخابات قال تصريحات مشابهة، ولكنه في نهاية المطاف ترك البيت الابيض، لان الولايات المتحدة المفروض يعني انها دولة مؤسسات ولا يحكمها شخص واحد او لا تحكمها مجموعة واحدة، هكذا يقال. مؤيدو ترامب دافعوا عنه وقالوا انه تم اقتطاع التصريحات دي ونزعها من سياقها، وانه ترامب كان بينتقد بناء الصين لمصانع سيارات ضخمة في المكسيك علشان تبيعها بسهولة داخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية. ترامب قال انه لن يسمح ببيع هذه السيارات اذا تم انتخابه، واذا لم يحدث سيكون هناك حمام دم للجميع. يعني هو بيتكلم فيما معناه عن مجزرة اقتصادية وليس عن حرب اهلية بين الامريكان وبعضه. لكن سواء كانت تصريحات ترامب صحيحة أو تم اجتزائها، سواء كان يقصد بكلامه حرب اقتصادية أو حرب أهلية فعلية، الواقع أنه في فعلا تخوف عند الناخب الأمريكي من وقوع أعمال عنف في الانتخابات المقبلة. يعني في شهر يناير اللي فات من قبل تصريحات ترامب بشهرين، في استطلاع أجرته شبكة
سي بي اس وشركة الأبحاث يوجوف، وكانت نتيجته أنه 49% من المشاركين في الاستطلاع عندهم قناعة بأنه سيحدث عنف في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه الجانب الخاسر في الانتخابات لن يتقبل الخسارة بسلام. وفي نفس الاستطلاع ده في 70% من المشاركين عبروا عن شعورهم بأن الديمقراطية الأمريكية مهددة، خصوصا أنه ترامب بيصر على إصدار تصريحات تدفع في هذا الاتجاه، في اتجاه العنف. يمكن في شهر يناير اللي فات كان في تصريحات لترامب حذر فيها من نشوب حرب عالمية ثالثة إذا أعيد انتخاب بايدن، وقال أنصاره أنه الانتخابات اللي جاية هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية. التقرير السنوي لمجموعة أوراسيا الاستشارية لتحليل المخاطر قال الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستشكل أكبر خطر سياسي على العالم في عام 2024 بغض النظر عمن سيفوز بها، وأن هذه الانتخابات اللي هتجرى في 5 نوفمبر القادم ستختبر الديمقراطية الأمريكية إلى درجة لم تشهدها الأمة منذ 150 عاما. تقرير مجموعة أوراسيا ركز على مجموعة من الافتراضات، زي مثلا إذا خسر دونالد ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظا في الوقت الحالي مرة أخرى أمام الرئيس جو بايدن، فمن المرجح أن يزعم ترامب مرة أخرى أنه حصلت عمليات تزوير كبيرة في الانتخابات، وأنه يحرض على شن حملات تخويف واسعة النطاق ضد مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها. في المقابل الولايات المتحدة في حال فوز بايدن بولاية ثانية من الممكن أن تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة إذا دخل ترامب السجن في واحدة من عديد القضايا التي يواجه تهما فيها، وده لوحده كفيل بأنه يؤجج أعمال عنف على نطاق واسع. المؤسسات الأمريكية أيضا عندها نفس التخوف. وزارة الأمن الداخلي نشرت تحليلا سريا بتقول فيه أنه من المرجح أنه الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تواجه مجموعة معقدة من التهديدات، بدءا من التلاعب بالناخبين وصولا إلى مرحلة إشعال أعمال عنف. الوثيقة التي نشرتها شبكة ABC نيوز قالت أنه في مخاطر من محاولات تخويف العاملين في الانتخابات ومسؤولي الانتخابات، بجانب الهجمات السيبرانية المحتملة على البنية التحتية الانتخابية أو الحملات أو على المرشحين أو المسؤولين العموميين أو المنظمات السياسية، والتأثير على الرأي العام وتعميق حالة الانقسام بين الناخبين. وفي هذه الحالة ممكن نشهد لأول مرة أعمال عنف أو تحريض على أعمال عنف في مواقع التصويت أو في المرافق الحكومية. جون كوهين رئيس الاستخبارات السابق في وزارة الأمن الداخلي علق على هذا الأمر، على هذا التقرير، وقال أنه الولايات المتحدة متجهة نحو عاصفة شديدة الخطورة، خصوصا أنه الخطاب السياسي المرتبط بهذه الانتخابات أكثر استقطابا وأكثر غضبا وأكثر إثارة للانقسام، وأنه حاليا خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة منتشرة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. المهم أنه رغم قناعتي بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 ستكون هي الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن خلونا نقول برضو أنه حصل قبل كده اضطرابات سياسية واجتماعية داخل نسيج المجتمع الأمريكي كتير، من أول الكساد العالمي الكبير اللي تسبب في تشكك الأمريكيين في النظام الاقتصادي للدولة وفي الرأسمالية نفسها، والتهديدات اللي كانت موجودة خلال الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب الباردة من الحركات الشمولية العالمية وخلال حرب فيتنام في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كل ده حصل، ولكن أساسيات عمل الديمقراطية الأمريكية ظلت حتى اليوم ثابتة، وتمكن المرشحين اللي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في تولي السلطة، المسألة كانت سلسة وعادية، وأكبر دليل على ذلك انتخابات 2020 التي فاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن.